شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. متشربة؟ مش أنت كنت عاوز بنتك؟ طب وإيه علاقة بنتي باللي أنت بتعمليه دلوقتي؟ بكرة تعرف إن أنا أكتر واحدة بحبك في الدنيا، وأكتر واحدة هتحبك في عمرك كله، أنت فاهم؟ فاهم، بس فاهميني إيه اللي بيحصل يعني؟ مش مهم تفهم دلوقتي، المهم إن إحنا نبسط النهاردة، وبكرة أحكي لك على كل حاجة. يلا نرقص، يلا. حلو، بس مش كفاية. يعني إيه مش كفاية؟ عايزين نضحك عليكي، أغشك يعني، ونخسر القضية في الآخر؟ لا 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 لا، بقول لك إيه؟ أنا ما بحبش الطريقة دي خالص، أنا ما عنديش حاجة اسمها مستحيل، فاهم ولا لأ؟ بكر ده حقير، أنا عارفاه من أيام الكلية. يا نهار اسود، يعني أنا كده خسرت القضية من قبل ما تبتدي أصلاً؟ لا طبعاً مش هنخسر بإذن الله، أنا عندي ثقة كبيرة جداً في ضمير المحكمة، بس برضه ما يدورش كده لو قلتي لي كام حاجة نستخدمها ضده في المحكمة، مثلاً إنه أب سيء، مش قد المسؤولية، مستهتر، حاجة من دي. بس هو مش كده. انت عايزه بنتك تبقى في حضنك ولا تبات في حضن الساحره الشريره اللي اسمها ليلى؟ لا طبعا عايزاها في حضن. خلاص يبقى تساعديني وتقولي لي اي حاجه عشان استخدمها ضده. هو هشام ايام الكليه كان متقدم لمجلس تاديبي، بس ده كان زمان. زي الفل، هو ده اللي انا عايزاه. اتجننتي يا جميله؟ ايه يا استاذه؟ بابا يا قضيه اعلانيه يا بنتي، يعني هيجي يوم وبنتك تعرف الكلام ده. عايزه تشككي البنت في ابوها. عم مخلوف، دي حرب واحنا لازم نكون قدها. لا والحرب يعني لازم تكون وسخة؟ وإذا كانوا هما كده احنا مش كده. شايفاكي مشغولة، بتعملي ايه؟ جدول الدكاترة الجديد مطلع عيني. ليه؟ في ايه اتغير؟ الدكتوره الجديده عايزه ميد شيفت، والدكتور عبد الله كمان. مش معنى دكتور عبد الله ايه؟ معرفش هو اللي طلب. انا اسفه يا دكتور. مالك ايدك بتتهز كده ليه؟ عيانه؟ اصل بصراحه ابني غيظني قوي. وابني عمل لك ايه؟ الراجل قاعد كافي خير وشر. ما هو ده اللي غيظني يا طنط، انه كافي خير وشر، لا بشوفه في المستشفى ولا هنا. في ايه؟ انت اللي في ايه؟ سايبني طول النهار والليل وقاعد في اوضتك كانك بتخترع الذره. انت بتزعقي ليه؟ انت مفيش حاجه عاجباكي؟ قولي ايه اللي في حياتنا ممكن يعجب؟ احمدي ربنا عشان ربنا يكرمك. عبدالله ما اتكلمتيش قبل ما تيجي يعني؟ عادي يعني ولا اتفاجئت بيا؟ المفروض تبقى في المستشفى. ما انا بالنهار وساعتك بالليل مع الدكتوره الجديده. بدانا الهبل ده. مش هبل يا عبدالله، دي رغبتك. انت ليه بتعمل معايا كده؟ بعمل ايه يا عبله؟ بتبعد عني. هو انا بالنسبه لك ايه بالظبط؟ مجرد نزوه ولا رغبة وخلصت منها؟ فهمني عشان انا هتجنن. عبلة انت عارفة انت بالنسبة لي ايه؟ بلاش كلام اهبل، بس انت مصرة تحولي كل حاجة حلوة لنكد وغم، وبصراحة انا ما اتجوزتش بسبب الحاجات دي. طب انت لو مكاني هتعمل ايه؟ هتعمل ايه بعد اللي انا شفته؟ شفت ايه يا عبلة؟ ليلى ونوران والدكتورة الجديدة. ده تحديدا بقى بيبعدني عنك اكتر. ازاي خيالك المريض يخليك تتخيلي اني ممكن ابص لمرات هشام اعز اصحابي؟ دي مأمورية كنت بعملها وخلصت.
طب ممكن اعرف تفاصيلها؟ لا. طب الظرف ده ممكن اعرف فيه ايه؟ برضه لا. انت مش واثق فيا؟ مش هرد عليكي. انت ليه ما بقتش تحبني؟ عبله انت عارف حماتك اكتر مني، لو اتاخرت عليها اكتر من كده مش بعيد تلاقيها واقفه على الباب. ما تنساش انا خسرت ايه علشانك، وانت ما خسرتش اي حاجه. اجيب هير سورت اوف سمول ديسكريبشن. صباح الخير. صباح النور. ليلى هانم، اخبارك ايه؟ اه لسه واصل. الحاجه معايا. خلاص هطلب لك نسكافيه على ما تيجي. يا سعاد ابعتي لي لسته كلها على الواتساب. اه الحاجات التقيله خليها خفيف بعدين، الحقن والبوتوكس وانتي عارفه بقى. يلا. صباح الخير. صباح النور. معلش ما لحقتش اطلب نسكافيه. مش هتلحق بقى، معلش انا مستعجله شويه. هي دي الحاجه؟ اه. هو الظرف ده فيه ايه؟ ما تخليك في النسكافيه احسن. النسكافيه جميل. قولي بقى عملت ايه مع نوران؟ لا ابدا، بس مش زيك خالص هي. انت بتهرج يا عبد الله؟ زي ازاي يعني؟ انا واحده ست بابايا سفير، هي بقى ابوها بتاع فطير. ده بجد ولا قافيه حبكت؟ لا والله بجد. اه عشان كده عايزه تعمل فيها بنت ناس بس مش عارف. ولا هتعرف. حصل بينكم حاجه؟ لا ما ارتحناش لبعض تماما. طيب انا هسيبك بقى عشان اكيد عندك شغل. سيد القاضي، المحضر المثبوت امامكم سين 15 والد الام تم القبض عليه بكميه من الحشيش، والنيابه اخلت سبيله بسبب شك في الاجراءات. والدليل المثبوت امامكم سين 15، فالام غيرت عنوانها لعنوان الوالد. فانا استحلف ضمير المحكمه، هل هذه بيئه مناسبه لتربيه طفله؟ للاسف كان عندكم حق، الوسخ لازم يتعامل بطريقته. مش عايزة أي مساعدة؟ خليكي في اللي بتعمليه. أنا خلاص خلصت اللي أنا بعمله. خلاص إن كده تعالي بقى عشان نلحق نخلص قبل ما شوش ترجع. معلش يا حاج تقلنا عليك، كفاية اللي حصل النهاردة في المحكمة. كشف على دمك يا بنت، هترجعلي اللي كنت فيه. وأنت كنت بتعملي إيه؟ كنت بدور على شغل. وأنا اشتكيت. أمي ليها مثل. بلاش سيرة أمك دلوقتي عشان الأكل ما يتحرقش. المثل بيقول اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. وانتوا مكلفتني ليه؟ مش موضوع مكلفينك يا بابا، بس انا مش هفضل قاعده زي اللي طالعين على المعاش، انا لازم اشتغل. وهتشتغلي ايه بس؟ وكام يعني؟ انت بتعرفي تعملي حاجه غير الباليه؟ هاي جدو. اه ايوه رحمه الله وبركاته ست البنات. شكلك كده جعانه. موت يا جدو. بعد الشر عليك. على بال ما تغيري هدومك هيكون الاكل جاهز يا مولاتي. يلا بينا. يا للقمر يلا كده علينا هوم ورك النهارده طبعا. ايوه كتير. ده ايه ده؟ ده جواب من مدرستي. بابا جواب من مدرسة شوشو. هي مش اتخلعت؟ خليها تدفع مصاريف بنتها. شوشو ذنبها ايه؟ ذنبها ان جميلة امها اللي فضحتني مرة وفضحت مراتي مرة، طلعت واحدة تانية غير اللي انا كنت اعرفها. نفسيا البنت هتتضايق وشكلها هيبقى وحش قدام صاحبتها. والله طب ما تخلي جدها يدفع المصاريف، هو مش عامل 70 راجل في بعض ولا رجولة كلامه خلاص؟ خير يا ليلى، في حاجة ولا إيه؟
الا انا سمعته ده. مصاريف مدرسه شوشو ما دفعتش لغايه دلوقتي، لسه عبله قايله لي حالا الكلام ده. وانت ايه رايك؟ وهي دي محتاجه راي، مصاريف البنت لازم تدفع فورا. قولي له. لا ليلى لو سمحتي ما تتدخليش، دي حاجه بيني وبين طليقتي. اه بس شوشو بنتك على فكره مش طليقتك، مالهاش ذنب. ليلى اسمعي الكلام لو سمحتي. يا حبيبي دي مش اخلاقك ولا ده اللي اتفقنا عليه. طيب انا هسيبكم مع بعض عشان تقنعيني. طب اتفضلوا سيبوني لوحدي. لو ما دفعتش مصاريف المدرسه هدفعها انا. ولو عملت كده هيبقى اخر يوم بيني وبينك. انا ازاي كنت مخدوعه فيه السنين دي كلها؟ انا عندي والد الكفر يا بنتي. يعند عليا انا مش على بنته. وعارف ان احنا هنتصرف. هنتصرف منين يا بابا بس؟ ده ما خلانيش اخد ذهب اللي حدي. اخر ميعاد امتى؟ بعد اسبوع. بكره هكتب شيك لرام يروح يدفع مصاريف شوشو. ليه يا طنط؟ ما احنا لسه قدامنا اسبوع. هيحصل ايه يعني في الاسبوع ده؟ جايز هشام قلبه يحن ويدفع هو. ابقى اخدهم منه. الموضوع مش موضوع فلوس. هو طالما بيعند كده يبقى عايز يحسسها ان هي غلطت. وبعدين واحنا بنجيب الفلوس منين يعني؟ ما هو من عنده. لا بنجيبها من شغلنا. انا بقول لك اللي هيقوله. نستنى لاخر لحظه. لو ما دفعش رامي يدفع. يعني احنا ما ينفعش نستخدم موضوع المصاريف ده؟ لو فتحنا الموضوع ده قدام القاضي هيثبت انك ما عندكيش دخل، فاحسن خلينا نركز في المعركه. معركه ايه؟ الو. ايوه هي العوامه. هتلاقي الباب مفتوح. هتعرفي. زق ادخل. مساء الخير يا استاذه. ازيك يا استاذ علاء؟ استاذ علاء الموظف بتاع السجلات. جبت المحضر؟ طبعا. الاصل مش الصوره. بس لا ما بسش. امال هدفع لك فلوس على ايه؟ لازم تديني الاصل. اتفضلي كده. الله ينور عليك. اتفضل. شكرا. الف شكر. الف سلام. لما خرجت بيتك وجبتك راكع على رجليك يا هشام يا ابن ام هشام ما بقاش انا فردوس. سيدي القاضي، يثبت هذا المحضر ان الدكتور هشام قد سرق جزءا من رساله الدكتوراه الخاصه به من باحث اخر، وهو الاستاذ الدكتور عزة الفيومي. اذا هو شخص غير امين، فكيف نأتمن على طفله صغيره؟ هل من اجل ان يعلمها السرقه وعدم الامانه؟ ردك يا استاذ بكر. مش انا اللي هرد سيدي القاضي. هيرد هو صاحب الرسالة اللي بيدعوا ان تم الاقتباس منها، الأستاذ الدكتور عزة الفيومي. يا ريت تسمح له يتفضل. خلوه يتفضل. اسمك ومهنتك؟ عزة محمود الفيومي، أستاذ بكلية الطب. قول والله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. ايه حكاية السرقة دي؟ مفيش سرقة ولا حاجة. ده مجرد تبادل خبرات وأبحاث مشتركة. وحصل سوء فهم وانتهى بعدها. وتصالحنا. دكتور هشام تلميذي ومن خير الأطباء والباحثين. ودي شهادة من خط الأطباء مختومة وممضية. تشهد بذلك. تقدر تتفضل. شكرا. شغل محترفين بجد. تلمستك يا نيلو. بس اللي اسمه عبد الله ده دمه تقيل. لا هو من ناحيه دمه تقيل فعلا، هو دمه تقيل قوي. وكمان هو مش ستايلك بصراحه. ولا ستايل اي حد. انت عامل زي التعبان. فكري عندك حق.
هو تعبان وانت تعبان، اتنين تعبين هيلفوا على بعض مش هينفع. سيبك من الواد ده خالص، انت تركزي بقى مع كريم. قمر وصغير ودمه خفيف ولذيذ. طب هو انت مش قلتي هتظبطيني معاه؟ هظبطك متقلقيش، استني بس اخلص من موضوع حضانه البنت ده وهظبطك تظبيطه. هو مالك انت ومال البنت؟ وبعدين من امتى الامومه بتاكل معاكي؟ هتصدقيني لو قلت لك ان انا متعلقه بيها وبحبها قوي؟ ده اولا. الاهم ثانيا، ثانيا بقى مش عايزه نزناز بين هشام وجميله، عايزه اخلص، عايزه اقطع عرق وسايح دم، مش عايزه يقول لي اشوف البنت، عايزه اخد البنت ونخلص من جميله دي خالص ونقفل قصتها. انت صح. I love you. ليه يعني يا ليلى؟ انت خيرك كتير. بطلي عبط امسكي، انت تعبتي معايا قوي. وبعدين يعني انت فاكره ان المرتب بتاعك من الفرقه الكحيانه دي هيكفيكي؟ انت زي القمر وصغيره، لازم تعيشي يا بنتي وتنبسطي. امسكي. عندك حق. هتظبطيني مع كريم؟ هظبطك مع ام كريم كمان لو عاوزه. هو انت ما تعرفيش انا بحبك قد ايه ولا ايه؟ بعنا الواد الموظف بتاع الجامعه. لا ما انت كمان اديتي له فلوس قليله قوي يا فردوس بصراحه. حتى لو كنت اديت له فلوس اكتر كان هيبيعنا برضه. مش لقى المحروس طليقك النجم المشهور في الموضوع؟ قال لك بقى معاه فلوس وفرصه مش هتيجي تاني. يعني كده خلاص؟ لا طبعا مش خلاص. حتى لو الزفت اللي اسمه بكر ده ذكي، انا اذكى منه 100,000 مره وطول عمري بجيب تقديرات اعلى منه. يعني هتعملي ايه؟ هقول لك، بس عايزاكي تحكي لي على كل حاجه حصلت ما بينكم من يوم ما دخلتي الشقه لغايه دلوقتي. انت خارجه يا عبله؟ او هنزل اروح لماما شويه. ماما؟ اي طنط، في حاجه ولا ايه؟ لا اصلها وحشاني، كنت عايزه ازورها وكنت عايزاكي تاخديني معاكي. ايوه بس انا كده هتاخر، هي ساعه وهرجع، ممكن بكره نروح لها سوا. ماشي، هسلم لك عليها. اه طبعا. جرى ايه يا ابني؟ انت هتفضل قاعد تعمل اللي بتعمله ده ليل ونهار؟ في ايه يا ماما؟ ايه اللي حصل؟ ما تقوم تشوف مراتك. مالها عبله؟ ازاي تخرج من غير ما تقول لي؟ انت شرارة خرج. ايه يا ماما اللي حصل لكل ده؟ عبله راحت فين؟ بتقول رايحه لامها. ايه بتقول دي؟ اه بتقول. طب ايه المشكله يعني راحت لامها؟ اه صحيح، ايه المشكله؟ مفيش مشكله. مش فاهم حاجة الحقيقة. لو عايزة تعملي بجد ماستر جراحة لازم تدرسي اناتومي كويس جدا، هو ده اساس الموضوع كله. بس بيقولوا ان الجراحة ما تنفعش للستات عشان قلبهم ضعيف. الستات قلبهم ضعيف؟ ده على اساس ان رايا وسكينة كانوا رجالة مثلا؟ انا عن نفسي قلبي جامد. بلاش يبقى جامد قوي. مش جعان؟ تاكلي ايه؟ نفسي فندي. خلاص عندك ايه بعد ما تخلصي؟ ولا حاجة. طب تسمعي لي اعزمك على احلى مطعم هندي في مينا هاوس؟ موافقة. نرجع بقى للتشريح. مبدئيا في الأول ايه اللي جابك دلوقتي؟ قلت امر على المطبخ واعمل تشيك على النظافة. وعملتي؟ لا لسه. طب ممكن بعد اذنك تروحي تعملي التشيك بتاعك؟ اتفضلي. مالها دي؟ سيبك منها. مساء الخير يا طنط. مساء النور. رامي جوا؟ اه هيروح فين؟ ماما ازيها؟ كويس، بتسلم عليكي. انا عديت على المستشفى وانا جايه. عرفت. خير؟ كنت بشوف العمال عاملين ايه. وشفتي؟ اه كله تمام. يا رامي، رامي
أنا آسفة يا حبيبي على الطريقة اللي كلمتك بيها امبارح. معلش الشغل كتير وأنا متوترة. لا مفيش مشكلة أنا مقدر. طب ممكن تخش تلبس؟ عايزة أعزمك على عشاء بره. طيب ما نطلب أكل والمرة ماما تاكل معانا. لا يا سيدي مالكوش دعوة بيا. بس أنتوا اخرجوا. بقالنا كتير أوي ما خرجناش مع بعض. الشغل خدنا من بعض بقى. الشغل بس؟ ومشاكل العيلة ومشكلة جميلة. بصراحة هشام ده طلع واطي قوي. كل واحد بيعمل بأصله. ده احنا حتى ما سمعناش في مرة انه راح زار أهله. حتى لو هما ناس غلابة. إيه قسوة القلب دي؟ وإلا حكاية مصاريف بنته. عايزاه بقى يبقى حنين على جميلة؟ ما هي عشان كده بتصعب عليا قوي. أنا الحقيقة مش صعبان عليا غير شوشو. أنا مش فاهمة إيه الناس اللي مش بتحس بالنعمة دي. في حد يطول يبقى عنده طفلة بالجمال ده؟ عندك حق. يا حبيبي ما أنت اللي معاند ومش عايز تروح تكشف. مع إنك دكتور يعني والحاجات دي عادي. أنت مش عايز نفضل مع بعض على طول؟ ونكبر وولادنا يكبروا معانا؟ طبعا عايز. طيب بقولك ايه، عشان خاطرك هروح اكشف في الوقت اللي انت عايزاه. طيب وانا هاجي معاك واعيد الكشف. خلاص حددي الميعاد المناسب والمكان وانا ما عنديش اي مشكله. عبله انا نفسي نرجع زي الاول. هنرجع يا حبيبي. بحبك. انا كمان. دكتور رامي اتفضل. اهلا دكتور عبد الله. ايه الصدفه الجميله دي؟ اتفضلوا اقعدوا. لا لا خليكم براحتكم. اه فعلا ما احنا قايمين. من فضلك حط الحساب على الاوضه فوق. يلا بس احنا هنا من بدري. على اذنكم اتفضل. دي صور زوجة الأب اللي المفروض هتربي البنت بدل الدكتور المشهور المشغول طول الوقت. اتفضل. إذا كانت دي صور زوجة الأب اللي ملهاش أي صلة قرابة بالبنت فهنقول بقى عن صورة الأم اللي جاية ولابسة نقاب كأنها جاية تتوب عما اقترفته من ذنب.
ايوه يا عبلة، وصلتي؟ طب تعاليلي. ادخل. صباح الخير يا طنط. صباحين برك. انا قلت لازم اصلح رامي عشان كنت اوفر قوي معايا. كويس انك عملتي كده، بس مش اللي عايز يعمل شهر عسل يستعد اكتر؟ مش فاهمة. ما خدتيش ده معاكي ليه؟ ولا مخليه المناسبة اهم؟ ايه ده؟ انت ازاي تفتشي في اوضتي وانا مش موجودة؟ اسمها اوضة في شقتي. انا رايحة لابنك يشوف له حل معاكي. اقعدي. مفيش داعي تدخلي رامي في الموضوع، مش من مصلحتك. خدي. مساء الخير. مساء النور يا فندم. انا كنت عايز ادفع مصاريف عيش هشام. ثواني يا فندم. اول قسط المصاريف اتدفع. فعلا؟ دفع امتى؟ ثواني يا فندم. من ساعة واحدة بس. طيب ماشي، متشكر جدا. ايوه ماما. لا ما دفعتهاش، قالوا لي ان المصاريف اتدفعت. معرفش بقى، اكيد هشام هو اللي دفعها. ماشي. دكتور هشام. اه دكتور. متشكرة قوي على الاستجابة. استجابة ايه؟ مش فاهم. كنت متأكدة ان شوشو مش هتهون عليك. برضه مش فاهم. عشان المصاريف اللي انت دفعتها؟ انا ما دفعتش حاجة. ولا انا والله. امال مين اللي دفع المصاريف؟ مساء الخير يا بنات. مساء الخير. انت كنت فين الصبح؟ جبت الفلوس منين؟ المطرح ما جبتها بقى. بابا، القانون اللي كان هنا راح فين؟ بشد اوتاره. بابا، القانون بتاعك راح فين؟ راح لصاحب نصيبه بقى. شاب عايز يتعلم العزف، قلت افيد واستفيد. انت ازاي تعمل كده؟ ازاي تبيع اغلى ما عندك عشان تدفع مصاريف البنت وابوها عايش؟ مش كده، عزم الولد الا ولد الولد. وبعدين القانون بتاعك يعني هيجيب كام؟ اهو اتفقت مع المدرسه مقسط المصاريف ودفعناها وخلصت. من فضلك يا استاذ زياد اقف جنبي. جميله افهميني، ليلى مش سهله. ليلى ست مفتريه، وانا لا بقى عندي طاقه ولا خلق ولا حتى معايا فلوس ان انا افضل اطاردها. انا بني ادم كافي خير وشر دلوقتي وعايش على قد، والحمد لله ربنا بعدني عنها بلاويها السودا. اديك نفسك قلتها ان هي ست مفتريه. تخيل بقى ان انا بنتي بتتربى مع الست المفتريه دي. انا مش عارف اقول لك ايه يا جميله بجد. يا استاذ زياد، حضرتك باين عليك شخص طيب ومحترم وعانيت كتير، يعني اكيد حاسس بمعاناه جميله. اقف جنبها عشان خاطرها. بلاش يا سيدي عشان خاطرها، عشان خاطر الطفله البريئه دي. طب بلاش عشان خاطر الاتنين، عشان خاطر ربنا يا سيدي يمكن يفك دقتك. وانا بجد عمري ما هنسلك الجميل ده، ومين عارف يمكن يوم من الايام اعرف اردهولك. بالله ينصر قرعتك يا استاذ زياد. ازيك يا جميلة؟ تعرف ان انت وحشتيني قوي. كان نفسي نفضل انا وانت صحاب زي زمان. هو انت ما تعرفيش ان انت اغلى حاجة في حياتي ولا ايه؟ انت بجد واحدة مريضة.
هشام وسبتهولك، لكن بنتي استحالة. هو انت ايه؟ ما بتتعلميش؟ انا مش قلتلك 100 مرة قبل كده مفيش حاجة اسمها مستحيل؟ ما بطلتي بابا. اسمك وسنك وعملك. زياد شوقي البيري، 42 سنة، مصور فوتوغرافي. قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. الست دي كانت زوجتك فعلا؟ اه طبعا. يعني عشرتها وتعرفها كويس؟ اكيد يا فندم. هل تصلح ام؟ يعني عشرتها طيبه؟ حضرتك انا اقسمت فانا لازم اقول الحقيقه. انا شخص اتعود طول عمره ان هو يرمي مشاكله على اللي حواليه وانه يتهم اللي حواليه بان هم اسباب فشله. والست دي انا سبتها معايا كتير وياما اتهمتها ان هي كانت سبب فشلي في حاجات كتير. بس الحقيقه انا يمكن ربنا يكون ما رزقنيش باولاد، بس اعتقد ان لو كان ربنا من عليا بنعمه الاولاد ما كنتش هلاقي لهم ام احسن من ليلى. اقصد مدام ليلى. الكل عاش من غيري، الكل سابني ومشي، حتى اللي كل من خيري.